حظر إجباري للتجوال فرضته درجات الحرارة في شوارع بغداد والتي لامست 50 درجة مئوية وانعكست على حياتي في العاصمة. لامست نصف درجة الغليان، هذا ما وصلت إليه درجات الحرارة في أكثر من 6 محافظات وسط وجنوب العراق في اليوم الأول من فصل الصيف فلكيا، إذ يستمر 3 أشهر، أما ما سبق فهو تجاوز على الفصول الانتقالية. الارتفاع جاء نتيجة تأثر البلاد بموجة قادمة من جنوب شرقي آسيا، إذ رفعت درجات الحرارة 5 درجات عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، فيما تشير الأنواء الجوية إلى أن بداية حزيران يمثل بداية التأثر الحراري، وتتوقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها نهاية الأسبوع الحالي. حقيقة البعض استغرب أن هذا الشهر بدأ مبكر، لا مو بدأ مبكر، احنا هي دائما تبدأ في شهر حزيران وتنتهي في شهر آب وربع الأول من أيلول، ولكن العام الماضي تأخر، يعني شهر حزيران نقول تعدى بخير وبركة، فبدأت المرحلة التعمق المنخفض في بداية شهر تموز، حيث سجل في الأسبوع الأول من شهر تموز أعلى درجة مناخية بالعالم هو سجل بالعراق. ويعد العراق 5 دول العالم الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية التي جعلت من محافظات البلاد تتصدر قائمة البلدان الأعلى حرارة في العالم خلال السنوات الماضية، فيما يعزو خبراء الطقس ارتفاع معدلات الحرارة إلى تقلص مساحات الغطاء النباتي وانحسار المسطحات المائية وزيادة الانبعاثات الغازية ومصافي النفط وتجريف الأراضي الزراعية التي تعد مصدات طبيعية تخفض شدة الرياح والحرارة، ما أثر في حياة العراقيين بشكل مباشر. درجات الحرارة طبعا هاي تعودنا كل صيف هالشكل، بس لو تكون الكهرباء موجودة يعني أكيد تقل مصايب العراقيين، نقول هي هاي مصيبة من مصايب العراقيين. والله السوق ضعيف حيل، يعني ما حد يطلع منا لهنا، لأن جو العالم غير، كل من قاعد بالبيت وساكت ما حد يطلع منا لهنا. تقليل الانبعاثات الغازية والتوجه نحو الطاقة المستدامة والألواح الشمسية وإنشاء أحزمة خضراء حول المدن والالتزام بالمواثيق الخاصة بالمناخ، إجراءات قد تقلل من درجات الحرارة في العراق، إذ بات الصيف فيه واحدا من أقصى الفصول في العالم. من بغداد، علي أسد، يو تي في.